مرحبا، أنا اسمي منار وعم بحكي معكم من مكتب الـ IRC بمدينة نيويورك، واليوم رح نحكي عن التقديم لوظيفة ومقابلات العمل. المواضيع اللي رح نتناقش فيها اليوم هي طلب التقديم لوظيفة زائد مقابلات العمل. أول شغلة لما منقدم على وظيفة هي طلب التقديم، وطلب التقديم مثل ما شايفين قدامكم في عنا Application for Employment أو طلب التقديم. دائماً بطلب التقديم بيطلبوا منكم معلومات معينة مثل personal information أو المعلومات الشخصية. مثل ما شايفين قدامكم على الشاشة مطلوب تاريخ التقديم، الاسم دائماً بيبلشوا باللاست يعني الأخير، الفيرست الأول يعني الاسم العائلة، بعدين الاسم، بعدين الميدل نيم أو الاسم اللي نحن عنا ما موجود عنا يعني بالعربي بكتير كتير بلدان، العنوان وين ساكنين، الشارع، الشقة، المدينة والزيب كود إذا في عندكم عناوين تانية، زائد contact information أو طرق التواصل معكم، يعني يتواصلوا معكم عن طريق الإيميل، عن طريق التليفون العادي أو عن طريق الموبايل. أحياناً كتير كمان بيسألوا أسئلة، كيف سمعت عن هاي الوظيفة؟ ممكن تقولوا سمعت عن هاي الوظيفة عن طريق أصدقاء أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق الـ IRC أو عن طريق عن أكثر من شخص أو أكثر من مكان. شو هي الوظيفة اللي مقدمين عليها؟ إمتى فاضيين تبلشوا الـ Availability؟ إمتى بتقدروا تبلشوا؟ أحياناً مو دائماً بيسألوا عن الراتب يلي أنتوا عم تطلبوه، وبيسألوا إذا أنتوا موظفين حالياً، وكمان القسم اللي بعده دائما وابدا بيسالوا عن الادوكيشن، شو هي شو هو التحصيل العلمي اللي حصلتوا عليه. احيانا بيسالوا مثلا الهاي سكول الثانويه او الجامعه او شهادات معينه او يعني تريننجز اخذتوهم ثانيين. فدائما بيطلبوا منكم تذكروا اسم المؤسسه، اي سنه تخرجتوا وشو كان الاختصاص. دائما كمان بيسالوا شو عندكم مهارات خاصه، أو كمان بيسألوا عن references أو من الأشخاص يلي بيقدروا يحكوا عنكم أو عن خبرتكم، سواء عم اشتغلوا معكم، سواء حدا كان عم بيدرسكم بالجامعة أو بالمدرسة، أو سواء كان حدا اشتغلتوا معه من قبل. فمثل ما قلنا تقديم للوظيفة دائماً بيتطلب طلب تقديم application for employment. نجي بعده مباشرة لما بنقدم على وظيفة بيكون المرحلة الثانية هي المقابلة. المقابلات عادة أو قبل الزمان يلي نحن فيه أو الوضع يلي نحن فيه كانت تقام المقابلات بطريقة شخصية، ولكن هلأ عم تكون المقابلات عن طريق غالبيتها عم تكون على طريق تطبيق اسمه تطبيق زوم. مثل ما شايفين قدامي مقابلات عن طريق تطبيق زوم، بيكون في لينك بيبعتوا لكم اللينك لحتى تدخلوا على الاجتماع. لما بتدخلوا على الاجتماع بيكون في اشخاص ثانيين ناطرين يعملوا المقابله معكم. كثير مهم تنتبهوا على الميكروفون وعلى الكاميرا، اذا كانت الميكروفون شغال او الكاميرا شغاله، هاي واحده من الشغلات. ثاني واحده من الشغلات انه تكونوا لابسين ثياب رسميه او ثياب بيقولوا لها بروفيشنال. أنواع المقابلة الثانية اللي عم ممكن تصير حالياً ولكن عم بتصير بحذر شديد هي المقابلات الشخصية. بدنا نحكي شوي عن عدة ملاحظات أو نصائح لحتى تكونوا أو تعملوا مقابلة شخصية بنجاح. أول شيء كتير مهم إنه لما تكونوا توصلوا على المكان تتفادوا السلام باليد. هل من زمان أو من قبل كان السلام باليد كتير مهم، لأنه بيدل على ثقة وبيدل على أنه بيعطي صورة حلوة عن الشخص يلي عم بي جاي لحتى يقدم على وظيفة. ولكن هلأ بسبب الأوضاع الناس ما بتفضل أنها تسلم بالإيد. تاني شغلة كتير مهمة تكونوا لابسين كمامة أو ماسك، كتير مهم. ثالث شغلة يكون معكم معقم يدوي وتغسلوا إيديكم بس تخلصوا الاجتماع. ورابع شغلة لما بتكونوا بالاجتماع المفروض يكون في مسافة اللي هي 6 feet 6 أقدام أو مترين
هلا كيف بدنا نحضر للمقابله؟ في كثير طرق للتحضير للمقابله، ولكن هي طرق واحده بجميع الحالات. اول شيء، في حال كان التطبيق في المقابله عن طريق تطبيق زوم، كثير مهم انه تنزلوا تطبيق زوم وتدربوا على استعماله مع اصدقائكم او مع اهلكم او مع موظف او موظفه الاي ار سي اللي عم يشتغلوا معكم. طبعا في فيديو ثاني متواجد عن طريق الاي ار سي كيف ممكن تنزلوا تطبيق زوم. ثاني شغله كثير مهمه، سواء كانت المقابله اونلاين او يعني على زوم، او سواء كانت مقابله شخصيه، اي مكان بدكم تروحوا عليه تدرسوا الشركه او المنظمه يلي بدكم تتوظفوا فيها او يلي مقدمين على طلب وظيفي فيها. كيف يعني ندرسها؟ يعني نحضر معلومات عنها، نفوت نعرف شو بيشتغلوا، شو هي البرامج يلي هن بيشتغلوا عليها، وين عندكم عندهم مراكز، شو هي الشغلات الكثير مهمه بالنسبه لهيدي الشركه. طبعا هذا الشيء بيخلي الاشخاص يلي عم يعملوا مقابله معكم يتاكدوا انه انتم ناس مهتمين بهاي الوظيفه وانه انتم حابين تكونوا بهذا المكان. ثالث شغله كثير مهمه هي التدرب على المقابله ومراجعه السي في. كثير مهم تتدربوا على المقابله، سواء كان مع قسم التوظيف بالاي ار سي او مع الكيس وركر او مع اصدقائكم، وبتعملوا مراجعه للسي في، يعني تشوفوا السي في تبعتكم وتشوفوا شو ناقص منا معلومات، شو هي المعلومات المهمه اللي لازم تنضاف لهيدي المقابله واللي بتختص بهذا العمل. رابع شغله مهمه وهي بالنسبه للمقابلات الشخصيه، انه توصلوا تحضروا حالكم نفسيا انه ممكن يكون في تاخير بوسائل النقل، ممكن يكون المكان جديد عليكم، فدائما تفقدوا وسائل التنقل او النقل المناسبه والمكان، واذا انتم رايحين بوسائل نقل او بالسياره دائما حطوا على جوجل مابس وطلعوا قديش المسافه وقديش رح ياخذكم وقت لحتى توصلوا بالوقت المناسب. طبعا باثناء المقابله كثير مهم انه الوصول للاجتماع قبل 5 أو 10 دقائق، هيك في حال ما لقيتوا باركينج للسياره او صف للسياره يكون عندكم وقت، او في حال ما عرفتوا اي باب للشركه، فمثلا كنتوا بمدن كبيره واحيانا بتكون ارقام البنايات ممكن تكون ما كثير واضحه، فكثير مهم توصلوا قبل بوقت لحتى تكونوا جاهزين في حال صار اي تاخير. الثاني شغله هي التعامل، اذا كنتوا عم تعملوا مقابله شخصيه انه تتعاملوا بلطف مع موظفي الاستقبال في حال كانت مثل ما قلنا في حال كانت مقابله شخصيه. هذا الشيء كمان كثير، هدول بيقولوا لهم نون فيربال كوميونيكيشن او بطريقه غير مباشره، انه بتفرجوا انه انتم عندكم وسائل تواصل كثير ايجابيه مع الاشخاص الاخرين. اثناء المقابله كثير مهم انه تركزوا مع الاخرين يلي هن عم بيقوموا بالمقابله معكم، وكثير حاولوا انه انتم تكونوا مبتسمين وتكونوا جالسين بطريقه واثقه. طبعا هذا شو يعني تكون جالسين بطريقه او جلوس بطريقه واثقه؟ انه نكون قاعدين وكتافنا مشدودين وعم نطلع، كثير مهم الاي كونتاكت او التواصل بالنظر مع الاشخاص اللي عم يعملوا معنا المقابله، هذه كثير 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 مهمه. الخطوه اللي بعدها او النصيحه اللي بعدها هي لما حدا من اللي بيكونوا عم يعملوا المقابله بيسالكم اسئله معينه، كثير مهم انه تجاوبوا باسئله باجوبه او بجمل كامله، وتحكوا بكل يعني بتفاصيل محدده عن الاسئله اللي عم يسالكم اياها. الخطوه اللي بعدها او النصيحه اللي بعدها، يكون عندكم تحضير مسبق لسؤال او اثنين للسؤال بنهايه المقابله. طبعا كثير مهم هي الخطوه، لانه كمان اللي بيكونوا عم يعملوا معكم المقابله بيعرفوا انه انتم مهتمين وانه انتم تعرفوا عن هيدي الشركه وانه حابين تعرفوا اكثر. خلصنا المقابله وانتهت المقابله وانتم رحتوا على البيت او خلص الاجتماع الزوم، فشو ممكن نعمل بعد انتهاء المقابله؟ كثير كثير مهم تبعتوا ايميل شكر بنفس اليوم لكل من قام بالمقابله معكم،
كتير مهم انه تبعتوا لهم ايميل تقولوا لهم شكرا كتير كتير سعدت بلقائكم انا كتير متحمس او متحمسة للعمل معكم. في حال ما اجاكم ولا جواب لمدة اسبوع فيكم تبعتوا بعد اسبوع ايميل تاني وتسألوهم تقولوا انا كتير حابب اعرف انه شو اذا في عندكم اي تطورات او اذا عملتوا اي قرار او اتخذتوا اي قرار بالنسبة لهذا الموضوع. وفي حال عملتوا كل هالخطوات او كان عندكم اسئلة اكثر عن اللي حكينا فيه اليوم فيكم تتواصلوا معنا على www.rescue.org عن طريق الموقع فيكم تتواصلوا مع المكتب الـ IRC اللي هو قريب عليكم بالمدينة اللي انتوا فيها وتشوفوا رقم التليفون وتقدروا تتواصلوا مع حدا من الـ IRC في حال ما كان عندكم case worker أو في حال ما كنتوا عم تشتغلوا بشكل فعال مع حدا من الموظفين. وشكراً.